بس اليوم يقول لك استاذ رعد احنا كعراق كجيش عراقي كحشد شعبي كشرطة اتحادية كجهاز مكافحة ارهاب احنا خلص قادرين على القضاء على تنظيم داعش وعلى اي تنظيم ارهاب. احنا ما محتاجين الامريكان ولا محتاجين الايرانيين ولا محتاجين الاتراك ولا محتاجين لا لا محتاجين الايرانيين. لا تقول لي لا لا هاي ما يقولوها لا ما يقول يقول على الامريكان بس ما يحكي لا الاتراك ولا القوى الدولية لانه هي فعلا رجال العراق من قاتلوا داعش زين وضحوا وقدموا دماء. نعم نعم انا اقول لك ولكن لا استغناء لا استغناء عن المشورة التدريب وعن الدعم الجوي. أنا أكرر هذا الموضوع وعن دراية يعني نقول أنه إذا هم يريدون يسووها ورقة سياسية ويريدون يخوضوها يعني هذا أمرهم هذا يخصهم رغم أنه هناك اتفاق الإطار المشترك مع الأمريكان وعليهم أن يعيدوا النظر أو يعني يدرسوها جيدا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي ولكن أن يعتبروها ورقة سياسية ليربكوا الجو الأمني زين. هذا طبعا هو المرفوض. وأن أيضا هناك نقطة ملاحظة مهمة جدا أستاذ أحمد تطلع. إنه الخلايا النائمة في المناطق السنية يعني هي طبعا هاي حقيقة ملفتة وكأنه يقولون إنه توجهوا بكل قوتكم وبطشكم على ذيك المناطق حتى إنه يعني تقارعوها وبذلك تشتغل الاعتقالات تشتغل. المطلوب إنه تتكاتف كل الجهود لوضع يعني تحديد محددات لمناطق واهنة لأنها الآن هي ليس بالضرورة تتواجد بالمراكز ابتعدت عن المراكز هي تهيئ حالها فعلا لحرب ربما عصابات هنا وهناك أو قضايا خلايا نائمة هنا وهناك ولكن هذا التعميم على مناطق بعينها هذه فيها دوافع يعني حتى يعني غير مريحة لأنه أيضا يعني تثير الرأي العام المحلي في تلك المناطق. بس استاذ رعد احنا اكو فد وقائع اليوم الامريكان صرحوا هذه التصريحات صار لها يومين مئات الدواعش تسربوا الى العراق. جوزيف ووتل قبلها قال بانه اكو من 20 الى 30 الف مقاتل بتنظيم داعش الارهابي لحد الان واجى هذا التسرب بعدين الى غرب العراق. هذا شلون دولانا يعتمد عليها بتحديد هذه المحددات اللي انت تقول لي اياها الان؟ إذا هو دي يعطيني أخبار اليوم نعيم العبودي نائب عن كتلة صادقون قال هذا ضرب من الخيال إنه داعش يرجع للعراق. ما يرجع للعراق شنو شي يرجع للعراق هذا على كلامه هو ويقول لك الأمريكان دي يريدون يأخذونهم عذر حتى يبقون بالعراق لأنه شافوا أمورهم اللاصت والبرلمان دي يتحرك وأكو تحرك عراقي وطني شريف يريد يطلع القوات الأمريكية. شلون ياباني اعتمد على واحد رأسا على غفلة قال لك والله الأمريكي والله دواعش جوي والله الدواعش طبوا غرب العراق واشتغلت العمليات واشتغلت الحرب من جديد. اليوم هذه الجهات وهذه الكتل وهذه الشخصيات والنواب البرلمان دي يشوف أنا بعد ما أقدر اعتمد على الأمريكان أخبارهم وتأجيجهم للأمور ليصير بسرعة بيناتنا ودا نضطرب ومدى نقدر نشتغل. احنا صار لنا شكثر نقرأ أخبار أنه مراقبة الخطوط مع الخط مع الحدود السورية العراقية زين. وحتى جابونا الأجهزة الاستشعارية وأيضا الفصائل الحشد على طول الخط مع العراق وسوريا زين. وأيضا يوم أمس بالذات أو أول أمس دراسة كلف بها السيد عادل عبد المهدي جهاز مكافحة الإرهاب لقراءة الواقع الأمني على الحدود مع العراق وسوريا. انت هذني كلهم ما عندهم مجسات يكذبون لأبو أمريكا إذا قال عبروا مهم إذا عبروا فتلك مصيبة وإذا ما عبروا والجماعة ما جاء يكذبوهم يعني بهذه الأدلة هذا استشعاري وهاي دراسات وهاي حشود متراصة صاروف ودنيا إيه يعني إذا واثق من نفسي وعندي أقصد الحكومة والقيادة العمليات المشتركة ما يعني ما تهزني هاي المواقف ولا بالإمكان إنه أكذبها حتى يستخدموا أنفاق. ما هو دي يقول لك تسربوا بأنفاق عندهم يا داعش يا أخي مو أني اليوم أخي اليوم من خلصت المعركة إلى الآن يا أحمد هسع لون حسب زين على حفرة حفرة على الأنفاق اللي قاعد يهدموها ويعتبروها نصر عسكري طيب. هو حفرة ردمتها يعني زين. كل ساعة يعني أنتوا لو ما يعلنوها كان نقول والله ما ردموها بس هم دي يعلنوها يوميا وتفصيليا كذا عدد من هذول الحفر وهذه الأنفاق يعني كل ما يحفروا لهم أطلع لهم إياها.